بالنسبة لتشكيل مجموعات مسلحة باسم تركمان قد يكون من قبيل التشجيع على الثورة، لكن أنا يعني ما أوافق على أن التركمان كلهم فصيل مستقل يقولوا نحن تركمان ونحارب وما أدري إيش كذا. شعب سوري وشعب واحد، وشعار الثورة من بداية الثورة كان شعار شعب واحد، شعب سوري واحد من تركمان وعرب وأكراد. لاحظنا لما يعني الأكراد قالوا نحن أكراد لسنا عرب، كرد فعل على 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 قانون البعث، يعني رد فعل. فنشوف نهايتهم كيف صارت الآن، ونهاية الشعب السوري إلى أين وصلت. فلذلك يعني التركمان شكلوا وحدات عسكرية أو شبه عسكرية واشتركوا في القتال، اشتركوا في الثورة بشكل فعال يعني. لكن إن شاء الله راح الأمور هي تنتهي لما تنتصر الثورة، كلهم يكونوا شعب سوري واحد.